طلابنا الأعزاء في الصف الثامن الأساسي، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. درسنا اليوم هو درس لغة عربية قواعد بعنوان الأفعال الخمسة. هلا خير ما نبدأ به درسنا الحكمة التالية: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. كما يقول رب العالمين في محكم تنزيله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني علينا أن نثابر لننهل من منابع العلم والمعرفة. هلا ما هي الأفعال الخمسة؟ تعريفها: الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني بعدين أحرف المضارعة، نحن كما تعلمون أن أحرف المضارعة هي ألف نون ياء ت، المجموعة في كلمة أنيت. غير أن الملفت في الأفعال الخمسة أن أحرف المضارعة الألف والنون لا تستعمل، إنما يستعمل حرف الياء وحرف الت. مثلا لماذا سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم؟ ليش؟ لماذا أطلقنا عليها الأفعال الخمسة؟ هل هي لأن عددها خمسة؟ كلا، لأنها تصاغ. إذا الأفعال الخمسة أطلق عليها هذا الاسم لأنها تصاغ بحالتين مع حرف الياء، نحو هما يدرسان هم يدرسون، هون ألف الاثنين هو الجميع. ولأنها تصاغ بثلاث حالات مع حرف التاء، مثلا أنتما تدرسان ألف الاثنين، أنتم تدرسون واو الجماعة، أنت تدرسين ياء المخاطبة. إذا هون ثلاثة وهون اثنين صاروا بخمس حالات، تصاغ بخمس حالات، من هون أطلق عليها اسم الأفعال الخمسة. طيب كيف تعرب الأفعال الخمسة؟ إذا لم تكن الأفعال المضارعة من الأفعال الخمسة ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، وتجزم بالسكون إذا كانت صحيحة الآخر، أو بحذف حرف العلة إذا كانت معتلة. غير أن الأفعال الخمسة تعرب الأفعال الخمسة بالحروف وليس بالحركات. ما معنى ذلك؟ تعرب بالحروف أي ترفع بثبوت النون بدل الضمة. مثلا عندما نقول هما يدرسان، مثلا يدرسان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. هلا تنصب بحذف النون بدل الفتحة، نحو طلبت من سمير ونجيب أن ينسخا درس القراءة. في عندنا هون أن أداة نصب، ينسخا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. كما تجزم الأفعال الخمسة أيضا بحذف النون، مثلا أنت لم تفهمي درسك، مثلا لم أداة جزم، تفهمي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل. هي أصلا إذا شلنا اللام بصير أنت تفهمين درسك، إذا شلنا اللام تفهمين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. هلا ملاحظة، قلنا ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة يكون محلها من الإعراب في محل رفع فاعل. وهذا هو درسنا اليوم، هو عبارة عن درس مراجعة عامة للأفعال الخمسة، أو بالأحرى تذكير بالأفعال الخمسة وكيفية إعرابها وكيفية صياغتها. والسلام عليكم.